زار البابا بنديكتوس السادس عشر في اليوم الثاني لزيارته إلى قبرص قصر رئيس الجمهورية في نيكوسيا، وبحضور رئيس قبرص ديمتري خريستوفياس والسلطات المدنية الرسمية وأعضاء السلك الدبلوماسي أيضاً. وقبل اللقاء الخاص مع الرئيس ديمتري خريستوفياس، وضع البابا إكليلاً من الورد على النصب التذكاري للرئيس الأول لجمهورية قبرص الأسقف مكاريوس، وابتدأ الحفل بمعزوفة الفرقة الموسيقية للشبيبة. وقال الرئيس في خطابه أن جزيرة قبرص هي مكان لقاء عدة حضارات، ففيها يعيش الكاثوليك والأرثوذكس والإسلام بانسجام، كما ويجمعنا مسيرا موحد. وشدد أن الديمقراطية بدون قيم تفقد معناها وروحها، ويشير إلى الاحتلال منذ عام 1974، بالإضافة إلى الدمار الحضاري الذي خلفه. وقال البابا أن العلاقات الشخصية تشكل في أكثر الأحيان الخطوات الأولى لبناء الثقة، وعندها يحين الأوان لبناء روابط صداقة متينة بين الأشخاص والشعوب والأمم. وأضاف قداسته أن بعض البلدان تشهد أوضاع سياسية صعبة، يمكن أن تكون مثل هذه العلاقات الشخصية والنزيهة مقدمة خير عام للمجتمعات والشعوب بأسرها. وتابع في كلمته: دعوني أشجعكم بشكل شخصي ومؤسسي على اقتناص الفرص التي لديكم لإقامة مثل هذه العلاقات من خلال دعم الخير العام لمحافل الأمم. وأكد البابا أيضا أن الاستقامة الأخلاقية واحترام الآخرين وخيرهم بلا تمييز ضروري لخير كل مجتمع. وأنهى قداسة البابا اللقاء في بركته الختامية طالبا وفرة البركات الإلهية والحكمة والقوة والثبات.